ان شاء الله تكونوا كامل بخير. هذا الفيديو للمشاركة في مسابقة أسبوع المرأة العربية لموقع بودكاست عربية، ان شاء الله يعجبكم الفيديو. سلام. نستعملوا هاد البندانة، لقاوها متواجدة في كامل الألوان وفي كامل الأسواق. راح ندير لفة تركية جد سهلة بخمار مربع ونجيبوها، أنا عملو على شكل مثلث ونعملو كما رانا نشوفو في الفيديو. هاد اللفة بزاف سهلة، سورتو كي نديروها في المناسبات ولا حتى في الجامعة، ما تديناش الوقت وراح تعطينا مظهر بزاف شباب. راح نجيبو الشال ونديرو له الطرفين تاعو بنفس القياس، اي نحطوه في الوسط. راح نرمي الطرفين مور الظهر ونعمل لهم عقدة، يقدروا انو نخليهم هكاك بصح رايحة طيح، دونك نديرو لهم عقدة ولا نحكموهم بمشبك من الافضل. في هاد اللفة نستعملو جهة تكون أطول من الجهة الأخرى هكاك باش نقدرو نستعملوها. يقدرو نخلوها كيما هكاك بلا ما نعقدوها، بصح من المستحسن وأنا نحب نعقدها ونعقدها من كل الطرفين. هاد اللفة بزاف بزاف سهلة، أنا نستعملها يوميا. نجيبو طرف طويل وندورو دورة على الرأس ونثبتو.
نجيبوا خمار مربع أكبر من الأول، نعملوا لفة تركية أيضا. وأحد الطرفين ندوره على الراس ونثبته بالبوز. نلفوها لفتين ونرموها مرضها، يقدرون نرموها مرضها منا كيما هك، ولا يقدرون انو ندوروها ونجيبوها للامام كيما تحبوا. نجيبو الطرف الأخير من الخيمة ونطوه بحيث ما تكونش متساويين، نديرو زاوية. نجيبو طرف منها ونمسكوها بالطوش من الطرف الآخر، هذا كامل باش يعطيني التفافات. أحد الطرفين نرميه مور ظهري، الطرف الآخر ندوره على راسي باش تعطيني طبقة ثالثة من الخيمة. لاحظوا في هذه اللفة عدة طبقات من الخمار اللي راح تعطينا فوليوم وراح تعطينا شكل شبه. يخدم نستعمل النظارات هنا يجوش بزاف شابين في هذه اللفة. إن شاء الله يكونوا عجبوكم اللفات والحجاب اللي درتهم سهلين ويمكن أنكم تستعملوهم في كل أوقات. شكرا بودكاست عربية اللي منحكي الفرصة للمشاركة. سلام.